ورد إلى المجلس الكريم كتاب المحكمة الدستورية العليا رقم 4 صادر تاريخ 20/4/2021 المتضمن الطلب المقدم من السيد مهند بن نديم شعبان بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية، وقد سجل الطلب لدى المجلس في سجله الخاص برقم 4 تاريخ 20/4/2021، وسأقوم بتلاوة كتاب المحكمة الدستورية العليا المتضمن إعلام مجلس الشعب بواقعة ترشح السيد مهند بن نديم شعبان لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية. السيد رئيس مجلس الشعب، تقدم إلينا السيد مهند بن نديم شعبان والدته سوسن، تولد مكة المكرمة في 12/5/1980، مسجل بالقيد صالحية سكة خانة رقم 155، بطلب ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية، وأرفق معه عددا من الوثائق تم تسجيل طلبه في سجل المحكمة الخاص بالترشيحات يوم الثلاثاء برقم 4 تاريخ 20/4/2021، واستنادا لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة وتعليماته التنفيذية، نعلمكم بواقعة تسجيل طلب ترشيح السيد مهند بن نديم شعبان لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية، ليتسنى للسادة أعضاء مجلس الشعب أخذ العلم بذلك لممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييد المرشح المذكور، شاكرين تعاونكم رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام. أيتها الزميلات أيها الزملاء، كما ورد إلى المجلس الطلب المقدم من السيد مهند بن نديم شعبان المتضمن رغبته بترشيح نفسه إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية، راجيا فيه عرض رغبته على السادة أعضاء مجلس الشعب لتأييد طلب ترشيحه من قبلهم خطيا، وقد سجل الطلب في السجل الخاص برقم 4 تاريخ 20/4/2021. السيد رئيس مجلس الشعب الموقر، استنادا لأحكام الفقرة 3 من المادة 85 من دستور الجمهورية العربية السورية وعملا بأحكام الفقرة ب من المادة 22 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 7 لعام 2014 وأحكام الفقرة د من المادة 32 من قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 10 لعام 2014 وخاصة المادة 26 منه، والدعوة الصادرة عنكم لفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية. أعلمكم أن المواطن مهند بن نديم شعبان والدته سوسن المالح، تولد مكة المكرمة في 12/5/1980، مسجل بالقيد صالحية سكة خانة رقم 155، أحمل البطاقة الشخصية ذات الرقم الوطني الصادرة عن أمانة السجل المدني في الصالحية بتاريخ 22/9/2003 والمقيم في مساكن برزة مسبق الصنع. إنني أرغب في ترشيح نفسي إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية راجيا عرض رغبتي هذه على السادة أعضاء مجلس الشعب لتأييد طلب ترشيحي من قبلهم خطيا، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير مهند نديم شعبان. كما ورد أيضا إلى المجلس الكريم كتاب المحكمة الدستورية العليا رقم 6 صادر تاريخ 20/4/2021 الموجه إلى السيد مهند بن نديم شعبان والمتضمن استلام طلب ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية، وقد سجل الطلب في السجل الخاص برقم 4 تاريخ 20/4/2021. السيد مهند بن نديم شعبان المحترم، استنادا إلى طلبكم الخطي المقدم إلى المحكمة الدستورية العليا والذي أبديتم فيه رغبتكم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية، نعلمكم بأننا سجلنا طلب ترشيحكم في سجل المحكمة الخاص برقم 4 تاريخ 20/4/2021، ويتوجب عليكم إرفاق كتابنا هذا مع طلب الإعلام الخطي الذي ستقدمونه إلى السيد رئيس مجلس الشعب لأخذ العلم بالترشيح تطبيقا لأحكام الفقرة ب من المادة 32 من قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 وتعديلاته، والمادة 26 من تعليماته التنفيذية
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 16/4/2014، وسوف تقوم المحكمة الدستورية العليا بدراسة طلبكم والبت فيه وفق أحكام الدستور والقانون. رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام.